يسعدني الآن أن أرحب السيد عبد اللطيف جمال رشيد رئيس العراق. الكلمة لك يا سيدي. سيد الرئيس، اسمح لي في البداية بأن نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيد باسم جمهورية العراق مقترح الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا ونشكره على هذا المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم، الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء المحترمين، السادة الحضور الكرام، اسمحوا لي بالتعبير عن الشكر والامتنان للأخوة في جمهورية مصر العربية لحسن استقبالهم وما بذلوا من جهد لنجاح المؤتمر الذي يشكل علامة مهمة في مساعينا لمواجهة التحديات المناخ والحرص على خلق استجابات البيئية الفعالة تجاه ما يواجه الكوكب من التغييرات في المناخ وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة. على هذا الصعيد فإن التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه، وهذا ما قد يثير الدهشة فعلاً. إذن ما كان في فكرنا بأن بلاد الرافدين تواجه الشحة في المياه بعد فترات طويلة كانت الفيضانات فيها مشكلة أساسية للسكان والزراعة والحياة. لقد دفعت هذه الأزمة الجهات الحكومية إلى تقليل السياسة الزراعية وتقليصها في المناطق التي تعتمد الري في الزراعة، وهذا ما يلقي بظلاله على الحياة والأرزاق المجتمع الزراعي العراقي وعلى عموم السكان، بالإضافة إلى ما ينتج من ارتفاع نسبة التصحر ومضار البيئية والصحية والاقتصادية أخرى. في هذا الجانب فإن مساحات شاسعة من أهوار جنوب العراق التي تم تجفيفها في الفترات الدكتاتورية والتي سعينا ما بعد 2003 إلى إحيائها عادت مؤخراً لتواجه مشكلات الجفاف تحت تأثير انحسار مناسيب المياه الواردة لتلك المساحات. تضاعفت الأزمة مع شحة الأمطار والجفاف خلال الأعوام الأخيرة، فتضررت الزراعة بسبب ذلك مباشرة، وكان هذا أيضاً ما ضاعف مشكلات التصحر وفرض تحيات الخطيرة على الثروة الزراعية والحيوانية. وبموجب هذا فقد عملت السلطات المائية في الحكومة العراقية مع الأخوة في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات والروافد، وبعد ذلك للأهوار التي تشكل جزءاً حيوياً من تأريخ الحضارات البشرية وجانباً أساسياً في تدعيم الحياة ببلدنا، حيث كانت دائماً عاملاً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي ليس للعراق فحسب وإنما لعموم المنطقة. الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحدياً خطيراً لمعيشة المواطنين واقتصاد الدولة، لكن أيضاً يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام وحتى على نقص المساحات الخضراء من العالم. وما زلنا نأمل بتعاون أوسع ننتظره من السلطات المائية والسياسية في البلدين الجارين وخصوصاً من الأخوة في تركيا.
وفي هذا السياق قدم العراق وثائق رصيدة تؤكد مواصلة الإجراءات للدفع بدفة العمل ووضع الخطط الكفيلة بهذا. من المؤمن تحقيق إسناد دولي يساعد في المضي بهذه السياسات وتفعيل الخطط والاستراتيجيات، وبما نأمل أن يؤدي إلى اعتماد طاقات المتجددة والآليات النظيفة، ويدعم الجهود تقليل الانبعاث ويسهم بحفظ البيئة وسلامة المناخ. نؤكد هنا أهمية تبادل الخبرات ما بين الدول. نؤكد أيضا ضرورة تطوير الدعم الدولي العادل والساند لهذا الجهود. إن حرصنا جميعا على بيئة نظيفة هو بعض من مسؤولياتنا تجاه أجيالنا القادمة، لأن البيئة النظيفة والموارد الطبيعية بما فيها المياه ملك لكل الأجيال. أكرر شكري وتقديري للجهود المخلصة وأحر تمنياتي بالنجاح للمؤتمر، وأن يكون خطوة مهمة في إطار الجهد الإنساني الرامي إلى تكريس الشراكة الفاعلة والمنتجة ما بين الجميع من أجل الحفاظ على حياة ونقاء المناخ للكوكب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لصاحب الفخامة على هذا البيان.